موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أشار تعالى إلى هذه القصص وقد بسطها في آيات أخرى ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسولهم صلى الله عليه وسلم، فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قريبا منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم. ومنهم من يرون آثارهم عيانا كقوم صالح في الحجر، وكالقرية التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل، يمرون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم. فإن أولئك الأمم ليسوا شرا منهم، ورسلهم ليسوا خيرا من رسول هؤلاء، كما قال الله: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشورا، فلا يرجون لقاء ربهم ولا يخشون نكاله، فلذلك استمروا على عنادهم. وإلا فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب. وفي الآيات بيان شيء مما كان من الأمم أو من أحوال الأمم السابقة، ابتداء بذكر موسى عليه السلام وأن الله عز وجل امتن عليه بالكتاب التوراة، وكذلك ببعث هارون معه رسولا ووزيرا. وهذا فيه أهمية البطانة الصالحة والمعين للإنسان على الخير وعلى القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما، يعني يصير حاله إلى الطائفة أو البطانة التي تغلب على الأخرى. وفيه كذلك الاعتبار فيها كذلك الاعتبار بأحوال السابقين، وأن الإنسان عليه أن يأخذ عبرة مما حوله، فإن كان متلبسا بشيء من المعاصي فلينظر ماذا فعلت المعاصي بأصحابها وكيف صار حالهم ليعتبر ويتعظ، وإلا كان عبرة لغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك فيها ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان تجاه المهلكين والمعذبين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما مر هو وأصحابه بالحجر وعجنوا طعامهم أو خبزهم من هذه المياه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها طعاما للدواب وألا يأكلوا منها، وبين لهم أنهم إذا مروا بديار القوم المعذبين أن يمروا باكين أو مسرعين لألا يصيبهم ما أصاب هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.